السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهارده الفيديو بتاعنا هيكون فيديو جميل جدا لسيده، هتعمل معاكم روتين حلو جدا جدا لتنظيماتها لبيتها. عايزه اقول لكم السيده اللي معانا بتحب جدا جدا التنظيم، بتحب جدا اشكال ملايات السراير. هتشوفوا دلوقتي ترتيبها وتنظيمها لغرفتها ولغرفه كمان بنتها، هتشوفوا حاجات حلوة جدا. يعني كلنا ان شاء الله هنستفاد من الفيديو ده ولو بحاجات بسيطة. فن ديكوراتها وتنظيمها للسراير ازاي، وتنظيمها كمان لبيتها ازاي. شايفين الالوان المبهجة الجميلة، اللون الاوف وايت مع الكشمير. بجد عايزة اقول لكم كل الفيديو احلى من بعضه، بجد ما تفوتيش ولا دقيقة، لان فيديو النهاردة هيعجبكم جدا جدا جدا، وفي حاجات افكار هي كمان هتعملها في الفيديو ان شاء الله تعجبكم جدا. بس طبعا عايزة منكم دعمكم ليا باللايك، لايك كتير كتير عشان استمر معاكم وانزل لكم فيديوهات حلوة زي ما انتم بتطلبوا مني. وكمان ما تنسوش الكومنتات بتاعتكم الجميلة اللي بتفرحني بجد، بتشجع منها كتير بكومنتاتكم الجميلة والله. وطبعا بقى لو انتوا لسه اول مرة بتشوفوا القناة عندي، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هي هنا كده كانت بتنظم السفرة بتاعتها او بتنظف السفرة بتاعتها. زي ما انتوا شايفين هي نزلت الستاير، غسلتها ونشفت وبعد كده علقتها تاني. هنا السفرة بتاعتها قدام على طول المطبخ. هنا كمان كانت جايبة لكراسي السفرة بتاعتها، اللي هو طقم السفرة بتاع الكراسي، لان بيحافظ جدا على الكراسي زي ما انتوا شايفين. ولو تلاحظوا هي ما بعدتش عن الالوان كتير، هي السفرة بتاعتها او الكراسي باللون الرصاصي او باللون الجراي، فهي جابت برضو الكفر بتاع الكراسي باللون الجراي عشان ما تبقاش بعدت كتير عن الالوان، وفي نفس الوقت كمان يعني عشان شكل السفرة ما يروح. هي هنا كانت لبستها وكمان غسلت الستاير وعلقتها. زي ما قلت لكم ان المطبخ بتاعها قدام السفرة، مش معقولة هتنظف السفرة وهتسيب المطبخ. عملت بقى تنظيفة كده حلوة للسفرة للمطبخ، هو كمان زبطته ونظفت التقفيل من فوق ورتبت الحاجة، وبعد كده راحت على الأجهزة الكهربائية اللي عندها. طبعا مسكت الفرن، توت الفرن بلت ان طبعا، فزي ما انتوا شايفين مسكته اديته تنظيفة جميلة جدا كده زي ما انتوا شايفين. بحب كده يا جماعة البوتاجاز والفرن والتلاجة، لما تحسي بالذات بقى كمان الفرن والبوتاجاز ما تحسي فيه بنظافة، بحب كده جدا جدا. ليه بقى؟ بتحسي انك انت لسه جايبة الحاجة دلوقتي حالا، لسه جايبة الفرن دلوقتي حالا، كأنه جديد كده زي ما انتوا شايفين. شوفوا بقى ما شاء الله عليه لما نضف، وبقى جميل بقى شكله حلو ازاي، وفي نفس الوقت كمان يعني المطبخ كله بقى زي الفل. طبعا هي حاطه الفرن والميكروويف فوق بعض علشان زي ما قلت لكم ان تبقى كل حاجه يعني متناسقه مع بعضها. شوفوا كمان الفرن من جوه بقى عامل ازاي، هو ده بقى اللي انا بقول لكم عليه، بحب شكل الفرن جدا جدا. سيبك من بره، من بره تقدري تنضفي وتخليه بيلمع، اهم حاجه من جوه. نظفته من جوه لما يكون كده كأنك لسه جايباه جديد، بجد بيبقى حاجة حلوة جدا. هنا بقى كمان عملت تنظيفة كمان للتلاجة بتاعتها، هي التلاجة بتاعتها ما شاء الله كبيرة. عايزة اقول لكم كمان اللي هي نوع التلاجة دي اللي جي، فزي ما انتوا شايفين نظفتها برضو، عملت لها تنظيفات وبعد كده حطت بقى الحاجات بتاعتها اللي هي كانت حطاها فيها. هنا بقى كمان من ضمن المطبخ وتنظيف المطبخ كمان جابت المنظمات اللي هي العادية جدا، وزي ما انتوا شايفين جابت بقى الصابون، وجابت كمان اللي هي الليفة بتاعت المواعين او السلكة بتاعت المواعين، وجابت كمان اللي هو السلك، عارفين السلك اللي هو اسمه سلك ألمونيا، علشان خاطر يعني اما تيجي تنظف الحلل وكده بينظف حلو. فزي ما انتوا شايفين قطعته قطع كده وحطته في العلبة دي، وطبعا كل علبة من دي ليها الغطا بتاعها. عايزة اقول لكم ان فعلا بتكون حلوة جدا لما تنظمي التنظيم ده، بالذات كمان في موضوع السلك ده، لان ساعات بيوقع حاجات صغيرة كده فمش بتبقى مستحبة، لانه بيصدي من المية، وحتى لو ما جاش عليه مية وقع على التقفيل فبيصدي.
هنا بقى كانت خلصت المطبخ، فاجت بقى على الدرج بتاع البوفيه عشان السفره قدام المطبخ على طول زي ما انتم شايفين. حطت بقى المفارش بتاعه السفره زي ما انتم شايفين، رصصتها كده الترصيصه الحلوه دي او الرص الحلو دوت. وبعد كده بقى خلاص هي كانت كده ظبطت السفره، بس بتوريكم هي كمان المفارش كانت غسلاها وطبقتها وكوتها وطبقتها، وهتوريكم دلوقتي هتعمل لكم جولة فيها بعد ما خلصت. زي ما انتوا شايفين ده شكل المطبخ بعد ما خلص، بقى زي الفل. هو ما شاء الله زي الفل جدا. انا بحب جدا المطابخ اللي بتبقى هادية. طبعا انا مش عارفة اللي قاعد على الارض ده بيعمل ايه. هنا دي السفرة بعد ما خلصت، طبعا زي ما قلت لكم بعد ما خلصت خلص عملت لكم جولة سريعة كده فيهم. ده البوفيه طبعا والترابيزة، وحاطة هي في كل مكان مكتبة، حاطة مكتبة علشان خاطر الشاشة، طبعا هي التلفزيون قدامها على طول، فحاطة في كل مكان مكتبة. هنا بقى زي ما انتوا شايفين دوت غرفة بنتها، دخلت تعمل بقى تنظيف فيها كده زي ما انتوا شايفين. اول حاجة شالت لها الملاية وحطتها لها في الغسالة، اول ما شالتها حطتها في الغسالة على طول علشان تتغسل عبال ما هي تخلص، تكون هي الملاية اتغسلت وكده وتنشرها على طول. طبعا هي بتنظف الدولاب بتاعها او بتنظم الدولاب بتاعها. معلش انا يعني الفيديو سريع شوية في المقطع ده، ولكن هو كان مدته كانت طويلة، كانت حوالي 5 دقايق في المقطع ده بس اللي هي تنظيف غرفة الأطفال. ف يعني لو كان 5 دقايق مع الفيديو كان الفيديو هيبقى طويل جدا وممكن تزهقوا أو تملوا، فحبيت إن أنا أسرعه لكم شوية علشان خاطر بس ما تملوش وتقدروا تتفرجوا على بقية الفيديو وتستفيدوا منه. طبعا هي هنا بعد ما خلصت الدولاب، وعايزة أقول لكم إن السرير تحفة برضو، حسي إن هو سيمبل كده وصغير مش كبير. والمكتبة اللي هي عاملاها فوق الـ فوق الـ السرير حلوة برضو، عجبتني لما لها فيها اللعب بتاعتها، وكمان شكل الملاية اللي هي حطتها على السرير، طبعا حط لها ميكي، فحلو جدا. عايزة اقول لكم ان السرير شايفين الظهر بتاعه، الظهر بتاعه مش لازق في السرير، فاهمين قصدي ايه؟ يعني هي بتقدر تحرك السرير، هو السرير من تحت بعجل كده، تقدر ان هي بتشده وبتعمله، والكابوتيني او الظهر بتاع السرير بيكون لازق كده في الحيطة مش بيتحرك. يعني عشان يعني لو ما اخدتوش بالكو انا بعرفكو عشان تبقوا اخدين بالكو، عشان اللي عايز يعمل الافكار دي. شفتوا بقى زي ما قلت لكم المكتبة دي حلوة جدا جدا، وحتى فيها النور كده من فوق علشان حتى كمان تبقى منورة وشكلها حلو، والالعاب بتاعتها حطها لها بشكل حلو ازاي. بجد عجبتني تنظيمها وترتيبها لغرفة بنتها وكمان غرفتها. عايز اقول لكم ان هي كتير منظمة وبتحب التنظيم كده زي ما انتوا شايفين. ده شكل الدولاب طبعا، وده شكل السرير بعد ما خلصته. هنا بقى كانت بتعمل لكم تنظيفة تانية كمان في غرفتها هي، وبرده عايزة اقول لكم ان فكرة السرير بتاعها زي فكرة سرير بنتها، السرير بيتزق من تحت عادي، ولكن الكابوتيني ده لازق في الحيطة. هي الفكرة مش عارفة لإيه، بس بصراحة هي حلوة برده عجبتني. فهنا نظفتها. عايزة اقول لكم البنكت اللي هي حطاه ده مخزنة فيه برضو الملايات او الكوشن، الاكياس بتاعت الكوشن حطها في البنكت ده، وعجبتني برضو فكرته لاني بياخد معاكي، مش بياخد معاكي مساحات كبيرة. هنا ما شاء الله الغرفة بتاعتها جميلة جدا جدا وعجبتني. انا جبت لكم في الاول برضو يعني كام فيديو ليها للسرير بتاعها. هنا كده تطبيقها بقى للكوشن بتاعها او لل الخدديات او اكياس المخدات بتاعة السرير بتاعها، ده كده تطبيقة بتاعتها. هي بتقول بتطبقها مرتين علشان خاطر ما تاخدش معاها مساحة، وفي نفس الوقت تكون شكلها حلو. هنا كده زي ما انتوا شايفين طبقتها اها، وهتوريكم برضو تنظيمها هي بتنظمهم ازاي. عجبتني جدا جدا. شايفين الدرج اللي هو في السرير ده، ده الدرج دوت فيه درجين في السرير، علشان اللي عايز يعمل الفكرة بتاعت الادراج دي بتكون حلوة جدا جدا، وفي نفس الوقت كمان ما بتاخدش معاكي مساحة. يعني حطت فيها الاكياس بتاعت المخدات وعجبتني جدا.
هنا بقى دي غرفة الغسيل بتاعتها، حاطة طبعا المنشفة وحاطة الغسالة، وهنا الملايات اللي بتطلع بتحطها كده بتطبقها زي ما انتوا شايفين، وبعد كده لما بتروح غرفة النوم بتاخدها معاها، طبعا بتكون متطبقة. حلوة جدا غرفة الغسيل، كان نفسي يكون عندي غرفة غسيل كده، لأن بجد يعني غرفة الغسيل دي بتحسي ان هي بجد بتلملك الدنيا، مش بيكون فيه كركبة. هنا ده تنظيمها للريسبشن بتاعها، هو الشقة بتاعتها او البيت بتاعها هو دورين، فده تنظيمها للانتري بتاعها او للركنة بتاعتها، هو برضو لونه جري ومطعمة كده بالكوشن باللون البينك او باللون الكشمير الفاتح، والواناتها هادية يعني ما فيش فيها حاجات كتير. هنا بقى كمان كانت بتعمل البلكونة بتاعتها تنظيفة، هي كمان غسلت الكراسي وبعد كده غسلت السيراميك علشان خاطر الدنيا تكون نظيفة معاها، وفي نفس الوقت البيت يكون شكله حلو كده. عايزة اقول لكم الصيف بيحب المية كتير، يعني لما تمسحي كل يوم كده وتحسي كده بنظافة، وتحطي في المية بتاعتك ديتول وتحطي فيها كمان روايح او معطرات جميلة، بتحسي كده ان الدنيا حلوة عليك، ولو الجو حر عندك بتحسي كده بهوا وحاجات حلوة. هنا ده التويلت بتاعها، هو كان المقطع كان بسيط جدا ولكن كان تنظيمها بسيط فيه، والتويلت بتاعها برضو بسيط، مفيش فيه حاجات كتيرة ولا فيه شغل كتير. هي عاملة تقفيل كده وحاطة رخام، وحاطة من فوق الرخام طبعا الحاجة بتاعتها البرفوم بتاعها وباقي الحاجة بتاعتها اللي هي بتستخدمها. هنا بقى في الطرقة اللي هي بتاعت الريسبشن، كانت كده مفيش فيها طبلهات، فهي جابت الشنيور وطبعا حطت كده مسامير وحطت علقات وعلقت كمان طبلهات وحطت مرايات زي ما انتوا شايفين، وكمان الأوضة اللي هي حتى أوضة فيها مكتبة قدام البلكونة على طول، فحطت فيها زهور كده أو زي نظام زارع يعني. فكل ده طبعا بالشنيور الحلو اللي مننا كتير واتسألت فيه كتير، يعني في ناس كتيرة ما تعرفش ان هي تمسكه ده الزرع، طبعا بعد ما حطته بما ان كانت بتعمل الطبلهات دي فقالت برضو اعمل زرع جوه كده في البلكونة دي علشان خاطر يكون الشكل بتاعها يكون حلو. هنا بعد طبعا ما عملته بتوريكوا بقى بعد ما حطتهم، وفي نفس الوقت الشقة عندها بقت نظيفة وبقت زي الفل. ده طبعا الريسبشن بتاعها بقى زي الفل، و او أوضة المعيشة بقت زي الفل عندها، والدنيا فل فل كده. قومي بقى تشجعي انت كمان، ولو وراكي حاجة قومي خلصيها. بس كده يا حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، يكون السيدة اللي كانت معانا النهاردة تكون عجبتكم، ويكون روتين محفز ليكم. اشوفكم الفيديو الجاي، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.